رجعنا لكم مره تانية مشاهدي زينه بطعم البيوت، ودلوقتي فقرتنا اسرار مطبخنا مع الشيف شيماء مهران. اهلا بيكي مره تانية شيماء. اهلا بيكي. تفاصيل بقى، تفاصيل التفاصيل. تفاصيل التفاصيل. نتكلم في ورقه اللحمه الاول. ورقه اللحمه بقى عشان دي مهمه. تفاصيل التفاصيل بقى، ودي من الاسرار زي ما بيقولوا. ايه المهم اللي فيها؟ قطعه اللحمه لازم تكون انت عارفه انت جايبه ايه نوع اللحمه اللي انا هشتغل بيها. تمام. لان طبعا دي لا بتتسلق ولا بتعمل فيها اي حاجه. تمام. فلازم نختار قطعه لحمه انا واثقه كويس قوي ان مش هتاخد معايا وقت في البوتاجاز. تمام. في الفرن عامه. تمام. احنا بنجيب حاجه اسمها صباع لوحه، انت تروحي للجزار قولي كده وهو هيفهم كويس جدا. تمام. وهنقطعها عباره عن شرايح رفيعه. تمام. جدا. تمام. بس مش لدرجه ان انا اقطعها زي البفتيك. مش بفتيك. لا. تمام. بتبقى شرايح ونجيبها وتكوني مجهزاها. بنستعمل ايه بقى من نجاح؟ لان هي ما بتاخدش ميه. تمام. ما بتاخدش دهون خالص ولا اي حاجه. لا خالص، احنا بنجيب الصينيه بتاعتنا سواء بايركس سواء تيفال الومنيوم اي حاجه، اي نوع. هنحط فيها ورقه فويل شمال ويمين. وتكون الورقه طالعه عن الصينيه شويه. تمام. من الجنبين. تمام. وبعد كده تحطي ورقه زبده. ليه نحط ورقه زبده؟ ما احنا حاطين فويل، لازم ورقه زبده لان هي بتقعد في الفرن فتره طويله جدا عشان ما تتحرقش. لا، وعلشان ورق الفويل بيعمل عائق يعني طعم بعد كده معاكي. تمام. فانت تستغني عن الحته دي. احمي القطعه، هتحمي اكلك كمان منه. تمام. لان بيبقى فيه مواد مش كويسه للاكل. هنحط ورقه الزبده بتاعتنا. تمام. فيها. وبعد كده الخضار بقى هنجيب بوله. لو قطعنا البطاطس مكعبات يبقى البصل كده، الجزر، الطماطم، الشكل يبقى موحد معانا. تمام. هنجيب البصلايه بتاعتنا، ومن النجاح بتاعنا طبعا ان احنا البصلايه نمسكها بملح وفلفل والسبع بهارات وجوز الطيب. هندعكهم مع بعض كويس جدا جدا. وبعد كده هنحط الخضار بتاعهم ونقلبهم مع بعض. وبعد كده نرجع نحطه في قلب الصينيه. احنا مجهزين، احنا كده كده حطيناها في الفرن خلاص. هي انت جهزتي كل التجهيزات دي. كل دي. ونحط اللحمه فوقيها، بنرش عليها التوابل، معلقه زبده واحده بس. طيب من فوق اللحمه الوش. معنى كده انها بتستوي بسرعه، انا ما تبلتهاش ولا سبتها في اليوم ولا اي حاجه. طعم اللي انت عاملاه كله، اللي انا عامله كله. تمام. وبتقفلي عليها بورق الفويل ورقه الزبده كويس قوي، وبتدخليها الفرن بتقعد معاكي من ساعه ونص لساعتين. فات قد ايه يا شيماء؟ فايت بس على ربع بالظبط. طيب قشطه، كويس. قولي لي بقى، قولي لي بسرعه كده. حلو. ده طارت البسكوت. انا ليك قلنا طارت البسكوت، هو احنا هنعمله بطريقه سهله قوي 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 وبسيطه. تمام. ومش مكلفه معانا. بسكوت ساده عادي جدا، ومعانا لبن. لبن ما يكونش سخن ولا مغلي ولا اي حاجه من الحاجات دي. لبن من الثلاجه. اللبن من الثلاجه علشان ما تبطش البسكوته نفسها، ما تقعش منك وانت بتشتغلي فيها. تمام. اهم حاجه اللي احنا هنعمله معاها اللي هو الصوص بتاعها، او اللي احنا هنعمل الطعم بتاعها. تمام. ايه هو الطعم بتاعها؟ نص كيلو لبن، اربع معالق من النشا، معلقتين من الكاكاو، اربع معالق من القشطه، كوبايه سكر. هنقلبهم على البارد مش على السخن، مش تبقى اللبن قدامنا بيغلي ونحط فيه كل الحاجات دي. لا، على البارد. ده الصوص بتاعها. وبنرجع الكريمه دي، الكريمه بتاعتها. وبنحط معلقتين قهوه سريعه الذوبان، اي نوع انت عايزاه. تمام. بيديكي تيست عالي جدا، وطعمها معاكي مختلف غير اللي انت ممكن تضيفيه في اي حته. تمام. هنحطهم على البوتاجاز ونقلبهم، وده بيبقى السمك بتاعها. بخليها سميكه شويه. تمام. هي بتتحط على البوتاجاز، مجرد ما بتغلي بتبدا تتقل معاكي. وبصي يا جماعه، كل حاجه معانا بمقدار، تطلع معاكي الحاجه كويسه. مزبوط. جدا. ما تقوليش دي هتبوظ مني وتعمل مني. جوز الهند دي ليه؟ للتزيين في الاخر. طبعا. اختياري، عايزين نحطها مش عايزين. طب ليه ده الحلو اللي هو السريع يعني اللي ولا هحطه فرن؟ الحلو السريع. لا، ما بيخشش فرن. احنا مجرد هنحط طبقه بسكوت، طبقه من الكريمه اللي احنا عاملينها. طب هو انت جايبه اللبن اللي انا كنت شايفاكي علشان احنا كنا بنحضر البسكوته معانا كده. كده. تمام. اهي، ونبدا نطلعها بنرصها كده، ونحط من الكريمه بتاعتنا طبقه، وبنرجع نحط بسكوت تاني. طبقه وطبقه. طبقه وطبقه. تمام. طب انا لو حابه مش حابه فيها شوكولاته، طبعا احنا حاطين كاكاو. كاكاو. ما كنتش قلته. بنحط معلقتين كاكاو. لو انا عايزه اعمل طبقه بيضه وطبقه مثلا بالشوكولاته، استغني هنا عن الكاكاو بتاعك، ما تحطيهوش. تمام. ولا الشوكولاته، وبتبقى معاكي طبقات. في بالانس. تمام. ماشي يا شيماء، احنا كده هنقدم الحلو وهتحطيه، واحنا نسينا نقول ان في رز بالشعريه كمان. ده بتاع ورقه اللحمه. بس احكي، احنا هنتابعك واحنا موجودين طبعا مع ضيوفنا، وهنجيلك في الاخر انا وسماح. بس هنخرج لفاصل دلوقتي مشاهدينا، هيكون معانا تقرير عن المشغولات اليدويه بصدف، ونرجع لكم مره ثانيه بقى مع ضيفتنا وحميها من الختان وحمله المجلس القومي للمراه، ومعانا الدكتور صفاء، هنتعرف معاها اكتر على موضوعنا النهارده. خليكم معانا بس بعد الفاصل.
حوالي 50 سنة الوالد إن هو عنده 10 سنين، أنا وارث المهنة. طبعا مهنتنا فن الأرابيسكو والصدف، تصنيع يدوي. مهنة دي قديمة من أيام العصر العثماني، بنعلم شباب صغيرين دلوقتي عشان المهنة على حافة الانقراض، قربت تخلص، فبنحاول ان احنا نعلم شباب صغيرين يتعلموا المهنة والمهنة تفضل في استدامة على طول ان شاء الله. يعني عندي حوالي 15 شاب شغالين معايا، في منهم 5 تحت التمرين و10 بيرفكت يعني يعتمد عليهم. واحدة واحدة الخمسة دول في خلال سنتين ثلاثة ان شاء الله اخليهم يبقوا الكواليتي بتاعهم عالي ويعتمد عليهم يعني ان شاء الله. بس احنا بنسوق شغلنا يعني بنسبة 80-90% في الدول العربية، وال10% داخل مصر. بنخلط بندخل طبعا فن الارابيسك مع الشغل المودرن برضو. دلوقتي بدأنا نفهم السوق محتاج ايه، وبدأنا ندخل مع المودرن شوية عشان حاسين ان الناس شوية اتطورت في الحتة دي. بس برضو الارابيسك والفن العربي عموما ليه الرونق بتاعه، ولسه ليه برضو الجودة بتاعته. مبادرة المجلس القومي للمرأة حفاظا على صحة المرأة والفتاة المصرية، أكيد موضوع ختان الإناث ده موضوع يمكن قعدنا فيه سنوات طويلة نتكلم فيه، وحماية الفتاة. لكن أكيد في كل عام وتحديدا شهر يونيو بيكون في احتفال وطني داخل مصر طبعا باليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث، اللي كتير مننا كان عاوز يسمع الموضوع ده ويتعرف عليه أكتر، وإزاي احنا بنحمي بناتنا، بنحمي مستقبلهم، كمان ما بنعرضهمش لأي مخاطر نفسية أو جسدية من خلال طبعا يعني أبشع أنواع العنف اللي بيمارس ضد هذه الفتاة من وهي صغيرة في طفولتها. طبعا هو كان بغرض، أو ما يقال عليه أنه هو بغرض حمايتها، لكن طبعا ده كان ضدها وضد مصلحتها. لكن المجلس القومي للمرأة فكر أنه يقدم مبادرة اسمها احميها من الختان. هنتعرف اكتر على المبادره وعلى الدور اللي بتقوم به داخل المجتمع المصري مع الاستاذه صفاء عبد البديع، عضو المجلس القومي للمراه. اهلا وسهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك. استاذه صفاء، يمكن موضوع ختان الاناث ده قعدنا سنوات كتيره قوي نتكلم فيه ونسمع عنه، وبعض الناس موافقاه وبعض الناس معترضه عليه، لكن في الاول وفي الاخر كان في اذى بيحصل بالفعل للبنت، وفي كثير من الفتيات تعرضت. يمكن دايما كنا بنتكلم عن المحافظات، ويمكن هي دي اللي كانت يمكن مش منتشر بالصورة القوية في القاهرة أو المحافظات الكبيرة زي القاهرة والإسكندرية، لكن هو كان منتشر في المحافظات يعني اللي ما عندهاش وعي كافي، اللي ممكن تكون بتفكر إن ده بيحمي البنت. لكن أكيد كان في مشوار أنتوا بدأتوا لغاية ما وصلتوا إن أنتوا توصلوا للمبادرة وتكون على أرض الواقع. عايز أعرف من حضرتك بقى الخطوات، وإزاي قدرتوا أن أنتوا تعملوا ده وتوصلوا لهذه المبادرة؟ برحب بالمشاهدين طبعا الأول، الناس اللي هيسمعوا الكلام ده هو كلام مهم جدا لكل بيت، لكل بنت، لكل أم وأب. التوعية هي أهم حاجة عشان نقدر نغير أي مفاهيم تكون سلبية أو خاطئة أو بتسبب أضرار لينا كأفراد، أو بالتالي بتعود على المجتمع بالضرر. عشان كده بنقول ولو الكلام ان هو الكلام تقيل شوية، لان هنتكلم في القوانين وفي العقوبات وتشديدها وكذا، لكن هو حاجة مهمة، هو كلام مهم لازم كلنا نبقى عارفينه. عشان كده المجلس، انا بس عاوزة انوه لان انا عضو الفرع القاهرة. تمام. عضو المجلس بفرع القاهرة. المجلس طبعا عامل المبادرة دي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الختان، عملناه في شهر 6، لأنه الشهر ده اللي كان حاصل فيه الحادثة المشهورة بتاع وفاة البنت أثناء الختان اللي اسمها بدور، وكنا مسميينه شهر بدور. تمام. على اسم الطفلة يعني. عايزة أقول أنه قبل عام 2008 ما كانش موضوع ختان الإناث ده جريمة، ما كانش مجرم في قانون العقوبات. من قبل 2008 ما كانش مجرم. لما توفت البنت أثناء العملية بدأت الدولة تتدخل وتجرم هذا الفعل، فصدر القانون 126 سنة 2008 عشان يجرم فعل الختان،
وفعلا أصبحت جريمة وعقوبتها الحبس من 3 شهور إلى 2 سنين أو الغرامة. وطبعا العقوبة أولا خطوة التجريم هي خطوة كانت مهمة جدا طبعا، كانت مهمة، لكن العقوبة كانت غير رادعة. بالظبط، هو السؤال ليه 3 شهور لـ2 سنين؟ يعني ليه مش في موقف قوي واحنا خلاص جرمنا العقوبة؟ ما ده القانون القديم بقى، أول قانون بقى يظهر أدخل مادة على قانون العقوبات 242 مكرر، تمام، عشان يدخل المادة دي ويجرم الفعل ده، الفعل نفسه، تمام. دي كانت خطوة كويسة طبعا. بعد كده طبعا العقوبة دي غير رادعة، المشرع عدلها تاني أو دخل تعديل عليها بتغليظ العقوبة، فأصبحت بدل الحبس أصبحت السجن. الفرق بين الحبس والسجن إيه بقى في القوانين؟ يعني بلغة القانون إن الحبس بيكون هو عقوبة على الجنحة، يبدأ من الحبس 24 ساعة إلى حد أقصى 3 سنوات، تمام. ده مدة الحبس أو العقوبة على دي اللي ذكرها المشرع في الجزء الاول من القانون، او في بداية التشريع. ليها كانت جنحة وكانت عقوبتها زي ما قلنا من 3 شهور لـ2 سنين حبس. فعلشان كده كان يمكن ده سؤالي، كانت ليه 3 شهور؟ يبقى كده ده لانها كانت العقوبة بجنحة فهي حبس، تمام. اما اصبحت دلوقتي جناية بالتعديل اللي تم مادة 42 مكرر ألف من قانون العقوبات، اصبحت العقوبة السجن. السجن يعني بتبدأ من العقوبة بتاعته بتبدأ من 3 سنوات إلى ما فوق بقى، تمام، لغاية ما نوصل للأشغال الشاق، تمام. فده السجن، ده السجن، ودي عقوبة الجناية. ده توضيح كده بسيط. طب أصبحت إيه بقى العقوبة؟ تشددت بقت إيه؟ بقت السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أجرى عملية ختان لأنثى، تمام، خلاص. هو القانون ده وضح إيه هي عملية الختان بالظبط ووصفها، تمام، أوكي. طيب في الحالة دي يعني كل المشاركين في ختان هذه الأنثى، يعني بيبقى مثلا اللي قائم بالعملية سواء الدكتور أو الأب، أو يعني بيكون مجموعة كلهم ليهم هذه سنوات العقوبة، بتبقى إزاي؟ العقوبة هنا على كل من قام بإجراء العملية، كل من قام بإجراء، خلاص، لا تقل عن 5 سنوات. لو نشأ عن الجريمة دي عاهة مستديمة بتبقى العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، تمام. طيب لو أفضل فعل ده إلى موت، يعني لو ماتت الفتاة أثناء عملية الختان، يبقى العقوبة إيه؟ اللي هو العقوبة المشددة اللي قلنا عليها، السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات. يبقى دي العقوبات اللي تدخل المشرع عشان يشدد العقوبة، تمام، على هذه الجريمة. طيب بالنسبة للأطباء بقى، احنا كده بنتكلم المادة دي ادخلت كمان الطبيب او ممارس مهنة التمريض اللي بيشارك في اجراء العملية عشان تكون العقوبة اذا كان طبيب ايضا السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، واذا نشأ عنها عاهة مستديمة تبقى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، واذا افضى الفعل ده الى الموت بتكون عقوبه الدكتور هنا اشد، بتكون العقوبه مده لا تقل عن 15 سنه ولا تزيد عن 20 سنه. ليه؟ لان ده طبيب، خلاص، بالظبط، فالعقوبه هنا اشد على الطبيب. طب بالنسبه بقى كمان الماده دي 242 مكرر الف اللي شددت العقوبات نصت ايضا على ايه؟ على غلق المنشأة، يعني المركز الطبي أو العيادة أو المستشفى وتيفر اللي بيتم فيها عملية الختان، غلقها لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات. طيب نقدر نقول أستاذة صفاء إن كده المشرع أو القانون خلى الموضوع يعني يشمل كل الأطراف، بالظبط، يشمل كل الأطراف المشاركين في الموضوع ده، وفي نفس الوقت في عقوبات مشددة علشان الموضوع يكون رادع اللي إحنا كنا بننادي بيه، مش مجرد إنه بس يعني نتعامل مع القضية على إنها قضية مهمة جدا ويكون ليها يعني يرضع أي شخص بيقوم بالعملية دي ما يكررهاش. ما هو ليه التشديد؟ أيوة. يعني في ناس اعترضت زي ما حضرتك قلتي في الأول اعترضوا، لكن احنا الغرض من القوانين ايه؟ هو حماية الأفراد
اولا واخيرا هو حمايه الافراد. فاذا كان القانون القديم لم يكن رادعا وظلت الظاهره دي منتشره، لاننا لما بننزل في حملات طرق الابواب وحملات احميها من الختان بنلاقي فعلا نماذج كتير جدا موجوده بتقوم بهذه الجريمه رغم وجود العقاب. عشان كده المشرع تدخل وشدد العقاب. حاجة أخيرة كده قولي لي بس، أنا عايزة أكمل اللي هي عشان قولي. نكمل المادة أوكي. في تشديد آخر اللي هو بعد غلق المنشأة، احنا قلنا من 3 سنين لخمس سنوات، أيضا منع الطبيب وممارس مهنة التمريض من ممارسة مهنته بعد ما يقضي العقوبة اللي هيقضيها بالسجن، يحرم من ممارسة مهنته. طب يعني القانون ما سابش أي جزئية جدا غير لما اتكلم فيها. وغير كده النشر كمان، نص المادة قال انه تنشر على جريدتين واسعه الانتشار وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. يعني معنى كده ان الدكتور ده اللي هيقوم مش حدش هيروح له ثاني، محدش هيروح له ثاني، هيتشهر يعني. طيب قولي لي استاذه صفاء، احنا اكيد عايزين نعرف بقى اكتر تفاصيل بعيدا عن القوانين، عايزين نتكلم مع حضرتك عن حمله حمايه من الختان ونتعرف عليها اكتر، بس هنشوفها بعد ما نشوف بقى تقرير عن وعي المواطنين ورؤيتهم لحمله طبعا حمايه من الختان وفكره الختان عند الاناث بشكل عام. وهنسال الشيف بس الاول قبل ما نطلع للفاصل. شيف شيماء، الاخبار؟ احنا كده خلصنا التارت بتاعنا، تارت البسكوت. ايوه هو بيقعد طبعا ساعه في الثلاجه. في الثلاجه تمام، بس ما خدش معانا وقت خالص. والرز خلاص استوى تمام، ورقه اللحمه في الفرن. خلاص شيماء، انت قلتي ساعه، انت قلتي ساعه ونص صح؟ وقت برنامجنا قد ايه؟ ساعه ونص. يعني احنا ابتدينا اول البرنامج، اول ما نخلص هيكون خلصت. كويس. اكيد اكيد. طيب خلاص، احنا اكيد معاكي برده شيماء، وهنشوف من خلال الحلقه وهنكمل معاكي طبعا اكيد. دكتور اسمح لنا بقى استاذه صفاء، هنخرج لفاصل كده نشوف وعي المواطنين وازاي بيكون في رؤيه لطبعا مشكله ختان الاناث، وطبعا اللي بنتكلم عنها النهارده من خلال احميها من الختان، ده اللي هنشوفها دلوقتي معاكم. خليكم معانا. عالمية، لان هي بتأذي عدد كبير من البنات. دي جريمة، ديت البنت لو اتوفت او حصل اي حاجة ليها هم ممكن يتسجنوا فيها، او يعني ممكن يحصل لهم حاجة مشاكل. طبعا ختان الاناث هو جريمة في حق المجتمع وخاصة الفتيات. هو كان منتشر اكتر في الصعيد والقرى والارياف، لكن في الفترة الاخيرة مع الوعي الطبي والاعلامي ابتدى يقل جامد، فخاصة طبعا كان بيسبب نسبة وفيات عالية، وكمان بيأثر في نفسية البنت جامد، وبيسبب طبعا امراض نفسية جسيمة يعني. فالفترة الاخيرة لا، بقى في وعي طبي ووعي اعلامي بالموضوع ده، لا تمام بقى خلاص قل يعني عن زمان. دلوقتي الختان يشكل جريمة، وللأسف كان منتشر في السنين اللي فاتت، والحمد لله دلوقتي في حد منه في مناطق الأرياف قل الحمد لله موضوع الختان. وبعدين في ناس كتير قوي كان بيحدث حالات وفاة. دلوقتي مع التطورات اللي بتحصل طبعا، نظرا لأن هي سيئة، ده عادة كانت سيئة جدا جدا، بالنسبة إن هي أساسا ختان الإناث ده في الأساس لكل حاجة ربنا خلقها ليها وظيفة، فمعنى إن في ختان إناث ده معناه إن أنت بتخلي بالوظيفة الجسدية. في تطورات بالفعل بتحصل مع التقاليد طبعا والعادات اللي بتحصل دلوقتي، إن بقى موضوع الختان بقى موضوع قليل، بيحاسب عليه الدين، بيحاسب عليه ويحاسب عليه قانونيا، وبيحصل محاكمات طبعا، في محاكمات بتحدث للختان ده. من خلال التقرير اللي فات ازاي الوعي المجتمعي لمشكلة ختان الإناث، ولسه بنتكلم عنها ومستمرين في الحديث عن طبعا مبادرة المجلس القومي للمرأة، وحديثنا مع الأستاذة صفاء عبد البديع عضو المجلس القومي للمرأة بالقاهرة. أهلا وسهلا بيكي مرة تانية معانا. أستاذة صفاء، كنا بنتكلم بقى عن المبادرة نفسها، ردود فعل الناس بقى لما ابتديتوا ان انتوا تنزلوا وتطرقوا الأبواب، كان رد فعل الناس ازاي؟
اولا احنا عشان ننزل، انا بس عاوزه اكمل جزئيه مهمه قوي، ان القانون رقم 10 لسنه 2021 ده اخر تعديل، ده لسه جديد اخر ده لسه في شهر ابريل اللي فات، تمام، لسه صادر. ونص على حاجه مهمه قوي، قانون 10 2021 بيعاقب بالسجن كل من طلب اجراء عمليه الختان وتم بناء على طلبه هذه العمليه. طيب. ليه بقى؟ لان مش الام والاب بس هما اللي ممكن ياخدوا بنتهم يودوها ساعات الام بتبقى مجبره على هذا الفعل، حماتها، مامتها، واتيفر بقى، حد من العيله الكبار يبقى هو اللي مصمم على الفعل حتى رغم اعتراض الام. يعني احنا شفنا نماذج من دي كتير، دي كانت نماذج موجوده على عشان كده نص الماده دي او التعديل ده قال انه كل من طلب اجراء العمليه وبناء عليه على هذا الطلب تم الختان. يعني معنى كده ايه؟ في ناس قابلونا كتير في الحملات وقالوا يعني نعمل ايه؟ يعني نبلغ عن حماتنا او عن والدتنا او نبلغ عن الناس اللي هتقوم بال او هي اللي طلبت ده او كان ليها الحق في ان هي القوه او القدره على ليها اليد العليا ليها الكلمه. طيب. يبقى خدينا بقى، يمكن قبل ما نتكلم عن رد فعل الناس اللي كنت بسال حضرتك عليها، خدينا بقى طيب مين اللي له حق ان هو يبلغ؟ بالظبط، ما دي هنقولها برضو. لان المعنى كده احنا قلنا كل العقوبات ونصوص القوانين، تمام، وهكذا. احنا قلنا ان كل من طلب بالنسبه لنص الماده 10 عقوبته السجن، واحنا عرفنا الفرق بين السجن، تمام، والحبس. في عقوبه ثانيه في نفس الماده وهي الحبس لكل من روج او اشاع او شجع. تمام. روج او شجع او طلب او دعا، يعني دي برضو عقوبتها الحبس. تمام. فمعنى كده انه اي حد هيمسك ميكروفون في اي مكان، في اي مكان بيكون مخول ليه ماسك ميكروفون والدعوه للناس وهكذا، اذا دعا الى اجراء مثل هذه الجريمه فهو بيعرض نفسه للعقوبه الحبس. تمام. احنا كده اتكلمنا عن جزئيه القوانين. انا عايزه اعرف، حضرتك قلتي ان في بعض الحالات كانت بتقول ان حماتها او والدتها اللي ليها اليد العليا في الاسره هي اللي بتطلب الموضوع ده، بالرغم ممكن يكون اعتراض الاب او الام. بالزبط. مين اللي له حق انه يروح يبلغ؟ دلوقتي الموضوع اصبح لكل من شاهد هذه الجريمه او على علم بيها انها هتتم لكل واحد الحق في الابلاغ. تمام كده، بقت مفتوحه يعني مش لازم يكون قريب او ممكن يكون جار. ممكن جار، تمام، وعلم ان في حاجه هتتم او جريمه هتتم بالمنظر ده. هي جريمه، تمام، اولا واخيرا هي جريمه. طبعًا. لانها استئصال جزء من جسد الفتاه. خديني بقى لرد فعل الناس. طب نقول لي يتصلوا ازاي ويبلغوا ازاي؟ هنقولها في الاخر. في ناس بتخاف وتكسل تروح اسم شرطه او كده. بالظبط. فاحنا سهلنا الموضوع جدا، المجلس برضو بينشر الوعي. بالزبط. وفي نفس الوقت بندي للناس الوسيله السهله، الاتصال على، ويا ريت الارقام تطلع، الاتصال على 15115، تمام، او على رقم 16000. الرقمين دول مجرد اتصال. تمام. بيقول ميعاد الجريمه ومكان وقوعها، المكان اللي هترتكب فيه الجريمه، عياده كذا او وات ايفر. فالابلاغ بالطريقه دي بقى طبعا بقى الموضوع سهل. طيب، رد فعل الناس بقى لما نزلت، ونقدر نقول القرى والاماكن اللي ما فيش وعي تقريبا او ما فيش ثقافه في الجزئيه دي، كان رد فعلهم ازاي؟ في ناس طبعا كتير اعترضت. طبعا احنا على مدار السنين، مش بنتكلم عن دلوقتي بس، بنتكلم بشكل عام، احنا بنتكلم على مدار سنين طويله بنتكلم في الموضوع ده، وانه عاوزين نمنعه وعاوزين الظاهره دي تختفي من مصر. فعشان كده لما بننزل الحملات، سواء طرق الابواب او احميها من الختان، بنبقى في رسائل مبسطه وسهله بنقولها للناس، علشان كل حد، عشان تقنعي حماتك او مامتك او زوجك او المحيطين بيكي او اللي ليهم اليد العليا عليكي في الموضوع ده، يبقى في 10 رسائل ممكن تقنعيهم باي رساله وسيلة منهم، على حسب او وسيله تقبلهم. تقبل. طيب، نمره، نقول الرسائل بس بسرعة. نمرة واحد، الختان جريمة وعادة وليست إيه؟ وليست عبادة. تمام. الجريمة هي عادة دخيلة على مصر، دخيلة، تمام، علينا من دول أفريقية من قديم الأزل، هي عادة وليست عبادة. نمرة اتنين، الرسالة الثانية، أن جميع الأديان لم يذكر فيها مثل هذه الموضوع، أن هو على سبيل العبادة أو أن هو ليه مرجعية دينية. أبدا ليس له أي مرجعية دينية في جميع الأديان. نمرة ثلاثة، أن
الفتوى عندنا والكنيسة أصدروا وثائق وثيقتين رسميتين بتحريم هذه الجريمة. يعني إيه تحريمها؟ يعني هي حرام في الدين، سواء الدين الإسلامي أو المسيحي، هي حرام. معنى إن الفتوى والكنيسة يصدروا هذه الوثائق معناها أن أي ضرر يقع على جسم الإنسان بوجه عام، تمام، أي ضرر هو محرم. طبعا. نمرة 4، للرجوع للسيرة النبوية هنجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يختم بناته، عشان نرد على الحديث الضعيف اللي دايما فيه ناس بتتمسك بيه اللي ورد في هذا الشأن. تمام. دليل قاطع على انه حديث ضعيف وان احنا ما نمشيش وراه، ان الرسول كان اول البشر اللي هيعمل كده لو الحديث ده صحيح. تمام. الا انه بما انه لم يختم بناته فده الرد الطبيعي على مثل هذه الاقاويل. طيب استاذه صفاء، انا عارفه ان في يمكن بقيه الخمس رسائل اللي ممكن ده ممكن لو اكتر هم يعني ممكن عندنا ممكن ان هم يدخلوا على موقع المجلس القومي للمراه ويحاولوا ان هم يتعرفوا عليها. لو احنا عاوزين نزود من ثقافه الناس في ان هم يكون عندهم وعي لهذه الظاهره، بس احنا طبعا عارفين انتوا قد ايه شغالين على الموضوع دوت وقد ايه انتوا مهتمين جدا، ويا رب ان شاء الله نقول ان النسبه تكون خلاص تكاد تكون ان شاء الله مع الوقت ومع الوعي، ويمكن مع الجمهوريه الجديده والشكل الجديد لمصر اكيد الموضوع هيختلف كتير، وطبعا اكيد بدعم ناس كتيره زي حضرتك بيقدموا الكتير للمراه وللفتاه المصريه بشكل عام. احنا بنشكرك جدا، كنت منورانا ويا رب دايما كل التوفيق. أكيد هنكون معاكم وهنستمر وهنجيلكم بعد الفاصل مع طبعا زميلتي سماح، وهنشوف بقى ترى الشيف شيماء عملت إيه وصلنا لإيه النهاردة، كل ده بس بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وأكل الشيف شيماء الجميل المتناسب تماما مع ارتفاع درجة الحرارة والصيف. انا ليا بس سؤال، احنا ممكن بدل ورقه اللحمه نعملها ورقه فراخ؟ طبعا، يعني ممكن. هنحط فراخ بدل اللحمه. ممكن جدا. وهنا بقى هتقعد قد ايه معانا في الفرن؟ ساعه الا كمان. نحط صدور ولا وراك؟ اللي انت حابه، صدري يستوي اسرع. فرخه سليمه، تمام. بس هنا هنعمل ايه لو حطينا صدور؟ بحرف السكينه بتاعتنا ننغز الصدر علشان أسرع. عشان ياخد من الصوص بتاعها بتاع الخلطه اللي احنا عاملينها. الصدر لما بيتحط سليم ما بيلحقش يتبل لان سمكه عالي كتير. طب ما نتبله قبلها او نقطعه زي البانيه مثلا؟ ممكن زي البانيه بالظبط لو احنا حابين نعمله، بس برده ما يكونش رفيع قوي زي قطعه البانيه، لسبب لان هتبصي تلاقيه نشف معاكي. سمكه حلو يعني. خلينا في الوسط يعني. في صدور احنا بنجيبها للشوي، صدور فراخ بتتشوي زي البانيه، زي قطعه البانيه، بس بتبقى شوي. احنا بنبقى واخدين السمك ده لو هنعمل بيه صينيه اللحمه او الفراخ مثلا. شوفي يا شيماء، انت خليتينا بقينا نبتكر يعني. بس سامحي النهارده انت هتسال بقى، طب لو عملناها فراخ يعني بتحاول تدور يعني. احنا عايزين نعمل اي حاجه هنعملها. طيب بالظبط. طيب قولي لي، هي كده بقى تحتها الخضار صح؟ كل الخضار تحتها، وده بيبقى الشكل تحفه الحقيقه. شكلها اهي. اما انت واقفه عند الريحه، بص بقى يا جماعه ايه. ادي الخضار، احنا كان هنا ما حطيناش كوبايه ميه واحده، هي هتنزل منها فيها بقى كل هي هتنزل منها فيها. طب قولي لي شيف شيماء، واحنا بنتكلم كنت سامعاكي وانت بتقولي لسماح في اثناء لقائها السلطه، التقطيع في السلطه، انا هقطع بشكل وشكلها، وقلتي كلام كتير قوي على التقطيع. كانت في بدايه البرنامج لما كنا بنتكلم عن الخضروات عامه، احنا لما بنتكلم عن الخضروات او السلطه مش مستحب ان انا امسك الخياره او الجزرايه اقوم عاملاها بايدي كده. طب دي حرفنه. لا مش حرفنه. شفتي عرفتي حرفنه. لا هي مش حرفنه. احنا هنا لما احنا بنعمل بنقطعها بتفقدي وما تخليش ايدك تمسكها لنقطتين هنتكلم فيها. انت لما بتمسكيها بتخليها تسخن في ايدك قوي فبتبوظ مني بسرعه. انا هعمل طبق سلطه مثلا كاسيام زي ده، احنا هنتكلم كمان في نقطه مهمه قوي قوي. انا عملت اهو، انا اقدر ده يقعد معايا 3 ايام في الثلاجه. ليه؟ انا ما مسكتهاش بايدي فما سخنتش مني فمش هتبوظ. النقطه الثانيه في مره اتكلمنا عليها، هنا بيبقى فيه شعيرات بيضاء في اي نوع من انواع الفلافل، الفلفل عامه لازم نستغنى عنه علشان تعيش معايا فتره طويله جدا. ولما اقطع الخضار بتاعي
لما نقطع الخضار بتاعنا نخليه كبير كده حلو. لان انت كل ما بتقطعيه صغير والسكينه تاخد منه او تيجي عليه بيفقدوا قيمته الغذائيه, بنفقد القيمه الغذائيه كلها بتاعته. وانا عايزه استفاد وافيد الاطفال اللي عندي او اولادي بكل قيمه غذائيه هو بياكلها, لازم كل اكل يكون صحي. انا كنت فاكره ان احنا لما يعني نقطعه صغير ونقطعه قبلها على طول ده ما بيفقدش قيمته, لا بتفقد القيمه بتاعته. ما دي التكلمه وما يعيش. ايوه الحقيقه صحيح, انا معاكي في دي اسرع شيماء. سماح كانت عايزه تسال من بدري وهي الحلو يعني الحلو الشوكليت او الكاكاو. هنا انت عاملاه خام من غير سكر خالص؟ غير سكر, لان انا هستكفى بالسكر بس اللي انا هحطه في اللبن بتاعي هو على البوتاجاز كوبايه سكر. فهنا هستغنى, كفايه عليا ان انا مش هجيب كاكاو فيه سكر وانا كمان هحط سكر. خلاص كفايه عليا كده. كل اكلك حلو وزي الفل, ميرسي لوجودك معانا. شكرا. انا كمان مبسوطه بوجودكم معانا. شكرا لمتابعه حضراتكم. ميرسي يا رباب. ميرسي ليك يا سماح, وشكرا يا شيماء ان كنت معانا النهارده ونورتينا بالاكل اللي طبعا هي سماح اللي شم ريحته. سماح هي اللي حاسه بيه. لكن اكيد النهارده كان يوم مختلف. بشكركم جدا وشكرا اعزائي المشاهدين. كده وصلنا لنهايه حلقتنا بانتهاء طبعا فقراتنا من خلال زينب طعم البيوت. دايما معاكم بنقدم لكم الجديد في عالم الاسره, كل ده بيكون كل يوم من خلال مجموعة عمل مختلفة. وأكيد إن شاء الله بكرة معاكم زينة بطعم البيوت.